أهلا أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من حلقات أكسجين توك شو. حلقة النهاردة حلقة معلوماتية عن الانتخابات الفيدرالية الكندية 21 أكتوبر 2019. الحلقة دي هتكون دليل للناخب، فيها معلومات واضحة وصريحة عن الانتخابات وكل حزب وطريقة تفكيره إيه وإيه أهم القضايا اللي بيناقشها ورأيه فيها إيه. أيضا فيها أماكن الانتخاب، مواعيد الانتخاب ومراحل الانتخاب موجودة كلها في حلقة النهاردة، بحيث أنها تكون مرجع ليكو في أي حاجة عايزين تعرفوها عن الانتخابات الفيدرالية الكندية 2019. قبل ما ابتدي الحلقة النهاردة والمعلومات عن الانتخابات والأحزاب، حابب أقول لكم أن الهدف من الحلقة دي أن يكون نتشجع كلنا أن احنا ننزل الانتخابات وندلي بصوتنا، لأن ده حقنا. وفي الحقيقة احنا اللي بالتصويت بتاعنا أو بالفوت بتاعنا احنا اللي هنحدد شكل كندا في الأربع سنين الجايين. الحزب اللي بتختاره بعقلك قبل قلبك، الحزب اللي هو قريب من معتقداتك، الحزب اللي هو قريب منك اختاره، واللي حاسس أنك أنت وعيلتك وأولادك والمجتمع بتاعك هيكون احسن. في الحقيقه دي انا بشجعكم، بلاش تتنازلوا عن حق ليكم، وكندا بلد راقيه، خلوها ارقى باصواتكم. الجزء الثاني، على الرغم من انا بشجعكم ولاهميه الانتخابات واهميه صوتك انك تنزل وتنتخب وتختار حكومتك، الا ان انا بقول مفيش اي سبب في الدنيا يخليك انك تختلف مع اخوك او مع جارك او مع صاحبك او حد على السوشيال ميديا وتفقد سلامك وتفقد الجو الجميل بتاع كندا. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر كندا متاسسه على مبادئ كويسه. تاني حاجه، سلامك الداخلي وانك انت تبقى هادي وما يكونش معاك خلافات مع اي حد، او تحس انك داخل الفيسبوك او داخل اي سوشيال ميديا او ماشي في الشارع او في جمعية معينة وانت متقدر عشان خلاف سياسي، في الاول وفي الاخر كندا محطوطة على مبادئ محترمة. بتختلف وسيلة تحقيق هذه المبادئ من حزب لحزب، ولكن كندا بلد محترمة. ان دي اهم حاجة، ان احنا نعرف كجالية عربية وشرق اوسطية نختلف برقي، وانا واثق من رقي حضراتكم، وانا واثق ان دي هتحطوها بريوريتي، لان ده مفروض يكون العنوان بتاعنا. في هذه الحلقة بقدر المستطاع هحاول اني اعرض لكم المعلومات لكل حزب بمنتهى الشفافية ومنتهى الأمانة والحياد، على قد ما هقدر ان انا اقدم لكم هذا، لان الهدف من الحلقة دي هو الاويرنس او زيادة الوعي السياسي والانتخابي للجالية بتاعتنا. مش هبقى مبسوط من نفسي لو انا كنت محايد لطرف عن طريق طرف تاني، لكن هبقى مبسوط قوي لو حد بعت لي وقال لي احنا استفدنا من المعلومات وبحثنا لقينا كل اللي بتقوله صح، وده الشيء اللي انا اجتهدت فيه جدا 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 علشان نقدم لحضراتكم خدمة مجانية، وهي انك انت تعرف الجو السياسي في كندا بلد جميلة الجميلات قد ايه. الناس بيتسابقوا او الاحزاب بتتسابق لخدمة المواطنين الكنديين بتوعها. شيء يشرفني ان انا اقدمه لحضراتكم وارجو انه يحاز اعجابكم. هبتدي تحليلي للانتخابات الكندية بان انا اعرف حضراتكم مستويات الحكم في كندا. في ثلاث مستويات لكندا في الحكم فيها. الحكم الفيدرالي اللي احنا داخلين على الانتخابات بتاعته في 21 اكتوبر القادم، وهو اللي بيشمل كل كندا كدولة ونيشن وايد زي ما بيقولوا. الجزء الثاني هو البروفينشال ليفل او البروفينشال جوفرمنت، اللي هو بتكون حكومة المقاطعات اللي كانت زي ما حضراتكم عارفين متقسمة ل 13 14 مقاطعة، وكل مقاطعة بيكون ليها حاكم وبيكون ليها انتخابات مستقلة، ودي بتكون على مستوى
المقاطعه زي مثلا اونتاريو وكيبيك والبرتا وبريتش كولومبيا، كل واحد بيكون ليها حاجه. المستوى الاصغر والاخير هو المونسيبال ليفل، وده حكومه البلديه او جهاز المدينه زي ما بيتقال في بلادنا، ودي بتبقى لكل قريه وكل مدينه المجلس اللي بيديرها على حسب المسؤوليات بتاعته. ما هي مسؤوليات الحكومة الفيدرالية؟ هل الحكومة الفيدرالية اللي هي نيشن وايد اللي هي البرلمان الكندي اللي بيسوس كندا مسؤول عن كل حاجة في كندا؟ في الحقيقة لا، هما الحكومة الفيدرالية دي ليها مسؤوليات محددة. أنا هذكر منها مثلا التاكسس، نظام الضرائب العام اللي بيمشي في كندا دي مسؤوليتها. النظام المالي في كندا والكارنسي والبنوك والعملة وكل الحاجات دي بتكون مسؤولة من الحكومة الفيدرالية. أيضا وزارة الدفاع أو الديفنس مينستري طبعا دي مسؤولية الدفاع عن البلد كلها مسؤولية الحكومة الفيدرالية. العلاقات الخارجية أو وزارة الخارجية دي مسؤولية الحكومة الفيدرالية. في بعض الحاجات الأخرى زي الكريمنال لو وزي الامبلويمنت انشورانس وحاجات تانية أنا مش عايز أدوش حضراتكم بيها، زي مثلا البوستة أو الميل أو الريلوي السكة الحديد، كل الحاجات دي من مسؤوليات الحكومة الفيدرالية. طيب ايه اخبار الاديوكيشنز والهيلث كير والحاجات دي؟ في الحقيقة دي من اختصاصات الحكومة البروفينشال اللي احنا مش هنختارها يوم 21 اكتوبر، لكن بيكون في طبعا تواصل ما بين الحكومة البروفينشال والحكومة الفيدرال، لان في تقسيم البادجت والميزانيات وبيخصصوا بيقدروا انهم يحطوا تخصيص للميزانية الكبيرة اللي هي مسؤولية الفيدرال للمقاطعات عن طريق الكلام ده. في تعاون، بعض القطاعات فيها تعاون، لكن طبعا الاديوكيشن والهيلث كير بيكون مسؤولية البروفينشال كمسؤولية اولية. ننتخب ازاي؟ الحقيقة في ثلاث مراحل للانتخاب في كندا. في الحقيقة انت بتصوت في اي مرحلة منهم مرة واحدة، مش بتعيد تصويتك في الثلاث مراحل، انت بتصوت في مرة واحدة. لكن انا بتكلم على المراحل الوقتية في الانتخابات. من دلوقتي لحد 10 اكتوبر هي الالكشن العام اللي هو بيكون مكان واحد بتحطه إدارة الانتخابات في كندا أو هيئة الانتخابات في كندا في كل مدينة، وحضرتك بتعرفها عن طريق أنك تخش election.ca وتكتب البوستال كود بتاعك فيظهر المكان في مدينتك. يعني مثلا في مدينة ميلتون في أحد المولات التجارية بيتكتب في ميسيساغا، هكذا. حضرتك عايز تعرف فين؟ تعرف الكلام ده من دلوقتي لحد 10 اكتوبر. بس فيها نقطة مهمة لازم تعرفها في هذه التوقيت او في هذه المرحلة، ان مش بيدي لك لستة باسماء المرشحين او البلد، لا، ده هو بيدي لك ورقة بتكتب عليها اسم المرشح. يعني حضرتك لازم تكون عارف السبيلينج او الهجاء بتاع اسم مرشحك اللي انت مفضله وتروح تكتبه. لو كتبته غلط بيعتبر التصويت بتاعك باطل، فلو سمحتوا ابقوا تأكدوا من السبيلينج او الهجاء المظبوط بتاع الشخص المرشح لكم. من 10 اكتوبر لحد 15 اكتوبر بتبقى مرحلة الادفانس بولينج. الادفانس بولينج دي هي عبارة عن انك انت بتروح لمكان معين، مش في المكان القديم اللي انت كنت بتروحه في الليشن دين، مكان معين بيتحدد لك من هيئة الانتخابات تروحه، بيكون اقرب مكان لعنوانك. طيب هنعرف منين الكلام ده؟ هتعرف لما بيجي لك حاجة اسمها الالكشن كارد، وده بيجي لك عن طريق البوستة. بيقول لك قبل 10 اكتوبر طبعا لازم يوصل لك، بيقول لك المكان بتاعك فين، المدرسة الفلانية او الكوميونيتي سنتر الفلاني، بتروح وتنتخب وتحط اسمك. الجميل في الموضوع ده انه بيكون على مدار 5 ايام، وبيكون في بالوت او الورقة اللي فيها اسماء المرشحين. كل اللي عليك انك تعمل علامة اكس على المرشح بتاعك، ما تعملش اي علامة تاني، ولا صح ولا دايرة ولا اي حاجة، اعمل علامة اكس على المرشح بتاعك. وطبعا انا بفضل هذه النوعية لانها بتكون 5 على 5 ايام، وما فيش الطوابير الطويلة اللي بتكون في يوم الانتخاب واللي هي المرحلة الثالثة اللي هتكلم عليها يوم الانتخاب 21 اكتوبر. نسيت اقول لكم ان من 10 اكتوبر ل 15 الادفانس بولينج، ومن 15 ل 20 ده بيكون في ما فيش انتخابات خالص، بتتوقف كل أنشطة الانتخابات للناخبين في الفترة دي، وبيعملوا انتخابات يستعدوها تاني يوم 21 أكتوبر اللي هو الانتخاب الرسمي لكندا. فحضرتك من 15 ل 20 مفيش انتخابات، ما تروحش انتخابات، يوم 21 بيكون الانتخابات.
نيجي بقى للأحزاب. انا عارف ان الحلقه كلها معلومات ودراي شويه، فمعلش استحملوني ان انا بديكوا معلومات يعني ما فيهاش اخبار كده تفرح او افكار اخبار اجتماعيه، لكن هنحاول بقدر الامكان نبسط ايه هي الاحزاب اللي موجوده في كندا وايه تقسيمتها وايه فكر كل واحد فيها. طبعا في كندا احنا عارفين احزاب الليبرال اللي هم الحكومه الحاليه، واحزاب الكونسرفاتيفز، واحزاب الان دي بي او الناشونال ديموكراتيك بارتي، وايضا احزاب اخرى زي البيبل وزي البلوك بوكوا. والحقيقه في ده اللي ممكن نعرفه، لكن انا هقول لكم مفاجاه ان في اكتر من 15 حزب في كندا، والاحزاب دي كلها بتشترك في الانتخابات الجايه. مش معروف منها غير الاربعه خمسه اللي قلتهم دول، ويمكن البيبل كمان لسه، ده لسه معمول جديد حزب البيبل. لكن في الحقيقه بعض هذه الاحزاب مش بتبقى سيريس او جاده في انها تخش الانتخابات، بمعنى ان في احزاب مثلا هدفها يكون انه يشرع الماريجوانا في كندا زي الكانيبس بارتي، وده طبعا ملوش اي تواجد دلوقتي بعد ما جاستن ترودو زعيم حزب الليبرال اقر قانونية التعامل بالماريجوانا داخل كندا. وفي بعض الاحزاب بتكون شيوعية، في حزبين شيوعيين ودول ملهمش تواجد حقيقي في الشارع، وبالتالي ما لهمش اي اصوات او تواجد داخل البرلمان. البرلمان الكندي ليه 338 مقعد وبيكونوا متقسمين بطريقه معينه. عايز اقول لكم ان 338 دي كانت في 2015، لكن في 2011 كانت 309. طبعا المقاعد زادت بسبب زياده الرقعة السكانيه والدوائر الانتخابيه. خليني اقول لكم توزيع نسب المقاعد في البرلمان. حزب الليبرالي بقياده جاستن ترودو ل 177 مقعد، وهو طبعا تشكل الحكومة ب 52%. يليه حزب الكونسيرفاتيف بقيادة أندرو شير ل 95 مقعد بحوالي 28%، والحزب اللي بعديه الـ NDP بقيادة جاك ميت سني ب 11% وليه 39 مقعد. يجي بعد كده حزب البلوك كوبكوا بقيادة إيف فرانسوا بلانشيت ولي حوالي 10 مقاعد ب 3%، وجرين بارتي بقيادة إليزابيث ماي تقريبا مقعدين، وبقية الأحزاب يعني ما لهمش تواجد قوي غير بمقعد أو أقل من مقعد، يعني ما لهمش مقاعد زي ما قلت لحضراتكم، ما لهمش تواجد في الشارع الكندي. دلوقتي أنا هبتدي أتكلم على أكتر 3 أحزاب واخدين مقاعد في البرلمان، وابتدي أقارن ما بينهم في بعض القضايا زي Child Tax Benefit، زي الإيكونومي، زي مثلا الإيميجريشنز بوليسيز، وأشوف فكر كل واحد فيهم، وبعد كده ندي تعليق على الأداء بتاع كل واحد فيهم. خليني أقول قبل ما ابتدي أقول الفكر العام لكل حزب عشان حضرتك تبقى عارف كل حزب بيفكر إزاي. هبتدي بالحكومة الحالية وجاستن ترودو والحزب الليبرال. والحقيقة هو الحزب ده بيمتاز بأنه هو بيدي أكتر للأفراد بنفيتس، بيحب أنه يدي بنفيتس أكتر زي Child Tax Benefit، يدي لهم بنفيتس ويديهم ميزات مخصوصة ليهم، ويدي يزود البنفيتس عن مثلا او المنافس بتاعه الكونسرفاتيف. ويمتاز ايضا النقطه اللي على حزب الليبرالز ان هو بيزود التاكسس شويه، ففي المجمل علشان نعرف هو بيدي بنفيتس شويه لكن على النقيض بيزود التاكسس، وساعات بتبقى الاوفر اول بتاعها مش قوي قوي، لكن في ناس بتبقى بتحب انها تاخد فلوس في جيبها اكتر، يعني مثلا بالتاكس بيزودها على الهاوسينج او الحاجات دي، فهو بيتزود لك 100 او 150 دولار على زيادة على اي حزب، لكن التاكسس ممكن بتاعت الهاوسينج تبقى مثلا 50% على الكابيتال جين. ده اللي هنناقشه بعد كده، يعني مثلا لو بتكسب في البيت بتاعك، في بيع البيت بتاعك 100 ألف، هو ياخد 50 ألف منهم، فبالتالي بتبقى يعني في بعض الناس مش مفضلة. حزب الكونسيرفاتيف عنده بقيادة اندرو شير لطريقة تانية او ليه استراتيجي تانية، هو بيقلل البنفيتس مش زي الليبرال، بيدي اقل في التشايلد تاكس بنفيتس او الحاجات الفري فروم الجفرمنت او السبورت من الجفرمنت، وفي نفس الوقت بيعمل موازنه ان هو بيدي لك ايكونومي قوي، بيقلل لك التاكسز بحيث انك انت الاعباء عليك تقل فتنتج اكتر. هم بيركزوا وبيقولوا ان اللي بينتج
اكتر هياخد فلوس اكتر، وبيقلل العبء الضريبي على كندا. وكندا معروفة انها من اكبر الدول اللي ليها اعباء ضريبية بين جميع الدول. هدي لكم مثال ال HST ضريبة المبيعات، يعني ملخصها 13%، هويفر في امريكا او في ولاية نيويورك ب 6% فقط. فلك ان تتخيلوا، فالحزب بيحاول ان هو حزب الكونسرفاتيف بيقلل الضريبة وفي نفس الوقت بيقلل البنفيتس، ده بيعمل نوع من الايكونومي قوي. ولما الفكرة بتاعتهم لما يكون الاقتصاد قوي فبيبقى في ناس بتنتج اكتر وبيكون في فلوس اكتر وبيكون في حاجة قوية. اللي بيفضل ان هو ياخد البنفيتس هي اكتر يروح للليبرال، واللي بيفضل ان البيزنس بتاعه ينتعش اكتر لان ده هيديله فلوس اكتر طبعا يروح للكونسرفاتيف. الان دي بي هم بيحبوا السوشيال ديموكراتيك سوشياليزم، بمعنى ان هم يحبوا ان كل الناس تكون مبسوطه وكل الناس يكون ليها الحكومه مسؤوله عنهم، وفي نفس الوقت يحبوا انهم يدوا بنفيتس اكتر من اي حزب، ويدوا عداله اجتماعيه وشعارات جميله جدا جدا انسانيه رائعه في الان دي بي بيعملها. ولكن اللي عليهم انهم الاقتصاد او اقتصاد دايما بتاعهم ضعيف. وطبعا كانت لهم تجربه في اونتاريو مريره جدا، ان الاقتصاد بتاع اونتاريو من 92 ل 95 كان صعب جدا وحصلت مشاكل اقتصاديه كبيره لما مسكوا اونتاريو في هذه الفتره. ولكن هم ناس بينادوا دايما بالسوشيال جاستس والديمقراطية الاجتماعية. دلوقتي أنا هبتدي أحلل كل حزب من جهة نقطة معينة، وهبتدي بالتاكس. جاستن ترودو وحزب الليبرال بيقول إن هيزود الكربون تاكس بطريقة بحيث إنها توصل من 8 ل 10 سنت لكل لتر من البنزين. يعني لو مثلا يعني اللتر البنزين ب 110 سنت، 110 سنت هيوصلها ل 118 او 120 بالكربون تاكس. في الحقيقه هو بيعمل كده ليه؟ عشان عايز يحافظ على الانفايرمنت. والفكره بتاعته بيقول ازاي ان احنا هنقدر نعيش في جو ملوث او في جو مش صالح للعيشه الادميه، وبيحذر من التسريب الحراري وكل الحاجات دي كلها. بيقول ان احنا علينا ان احنا نحط بادجتس قوية ومحترمة عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا. أيضا هو شال بعض التاكس كريديتس للفاميليز، ولكن هو كان حط زيادة أو الاقتراح بتاعه إنه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إنه يزود 50% على الكابيتال جين، 50% تاكس على الكابيتال جين. ما هو الكابيتال جين؟ حضرتك لو بتبيع وتشتري في البيت، أو بتبيع وتشتري في أسهم في البورصة الستوك تشينج، الربح بتاعك مثلا $100 الحكومة تاخد $50 منهم، $1,000 بتاخد $500 وهكذا. نيجي للكونسرفاتيف. زي ما حضرتكم عارفين الكونسرفاتيف قوي في موضوع انه يقلل التاكسز والبردنز الضريبية عن المواطنين الكنديين، فهو بيقترح انه مفيش كربون تاكس وبالتالي مفيش زيادة للبنزين عن الزيادة الطبيعية. وايضا برضو عايز بيقول ان انا هعمل كت لل HST بتاعت اليوتيليتيز بتاعت البيت، بمعنى ان الكهرباء والمية والحاجات دي مش هيحط عليها HST، لان يعني بيقول ان التدفئة في كندا مش شيء رفاهية، يعني نقص 20 لازم تولع الهيتر. بيقول كمان انه هيعمل يونيفرسال كات تاكس، يونيفرسال كات انه الناس اللي دخلهم 47,000 واقل هيخلي التاكس بتاعتهم 13.5، كانت قبل كده 15%، يعني هنزل 1.5 في التاكسز بتاعت الميدل كلاس. بالنسبه للان دي بي هم في الحقيقة برضو بيهتموا بالانفايرمنت جدا، وقالوا they will increase the carbon tax، وهم they go far شوية في موضوع الكابيتال جين اللي قلتوا لحضراتكم بتاعت الهاوسينج والستوكس واي حاجة مش بتاخدها من وظيفتك. بيقولوا انه هيرفعوها من بدل 50% تقترح الليبرالز، ال NDP هيقولوا انه بيقولوا انهم هيرفعوها ل 75%. يعني حضرتك كسبت من بيع البيت بتاعك $100,000، من الصافي الربح هياخدوا 75,000 دولار كضريبة. انا شايفها زيادة شوية. بيقولوا هي increase income tax ل 35%.
انا بس عايز اقول لكم ان 35% ده يمكن رقم عالي، بس هو الفكر بتاعهم بيقول ان انا هاخد ضريبة اكتر بس هدي بنفتس اكتر من اي حزب فيهم. والاحزاب والبنفتس دي ممكن تشمل حاجات مش موجودة في الخطة الحالية، هنشوفها فيما بعد في التحليل. بالنسبة للتشايلد كير، تشايلد كير بنفتس، هي الليبرال من اكتر الناس الاقوياء في الحته دي، قالوا انهم هيزودوا 15%، وهم حاطين بادجت اوفر ذان هاف ا بليون فور ذا تشايلد تاكس بنفيت تتوزع اكتر. بالنسبه للكونسرفاتيف قايلين ان هم هيزودوا $150 للطفل، وفي نفس الوقت هيحطوا $75 اكتيفيتيز في زي السباحه وكره قدم ورياضات ورسم وحاجات زي كده يقدر ان الطفل يتمتع بيها، على اساس ان عايزين يضمنوا ان الاطفال ياخدوا الديفلوبمنت بتاعهم الكامل، ومش يحطوا ومش عايزين يحطوا كله كاش. مجمل اللي هيالوكيت او اللي هيخصصوا حزب الكونسرفاتيف 371، خلينا نقول ان الليبرالز حاطين 535 مليون، اعلى شويه زي ما قلنا لحضراتكم، هم اقوياء في الحته دي اكتر. ولكن ال NDP بقى بيقول ان هيحط 1 بليون مليار دولار للتشايلد تاكس بنفيت. زي ما قلت لكم هو بياخد ضرائب اكتر عشان يدي بنفيت، لكن المشكله عند ال NDP ان هم مش حاطين ازاي، مش عارف، مش قايلين هيجيبوا الفلوس دي منين وازاي واي في اي فتره زمنيه. وانا بالتالي الارقام اللي من غير النو هاو بتاعها ومن غير التايمنج بتاعها بالنسبه لي اتس يوسلس في الحته دي، انا مش حاببها رغم انها ارقام ضعف اللي اتقال من الليبرال. وفي نفس الوقت هم قالوا نقطه ظريفه جدا انهم هيقولوا هيعملوا بروجرام للنيوتريشن للستودنتس في المدارس كلهم، هيدعموا النيوتريشن بروجرامز، بمعنى انهم يعملوا وجبات فري للاطفال. اتس تشالنجينج بس نقطه ممكن تكون كويسه. الاقتصاد بايكونومي، الحقيقة الليبرالز يعني كان الأداء بتاعهم غريب شوية، لأن كان جاستن ترودو طبعا هتكلم على الديفيسيت بتاعت البادجت، هتكلم على الميزانية بتاعت كندا. هم قالوا أنه هيكون في ديفيسيت لأول سنتين ثلاثة، ولكن الوعد الانتخابي في 2015 أنها تبي بالانس على 2019. 2019 احنا عندنا 19 مليار دولار عجز في الموازنة، وده رقم رهيب رهيب رهيب. اللي بيقلقني في الرقم ده ان مش احنا بس اللي هندفعه، ان مع الوقت هتلاقوا البنفيتس بتقل، هتلاقوا طالما الديون بتقل يعني الحكومة بتفتقر، يعني مش هتقدر تقدم التشايلد تاكس بنفيت في المستقبل، وولادنا هتبقى فرص التدعيم ليهم في الأساب والحاجات دي ممكن تقل، لان الحكومة لا تستطيع ان تلبي احتياجات البنوك اللي هي مستلفة منها، وبالتالي المنظومة المالية في خطر لما يكون في ديفيسيت بهذا الحجم الرهيب في كندا. الحاجة التانية اللي عايز اقولها، لما طبعا هو كان رد جاستن ترودو لما سألوه انت ازاي الحالة او ازاي هتعمل بالانس للميزانية الحكومية، فقال له it will balance itself، رد ما كانش موفق، وبالتالي نتيجة ما كانتش موفقة. جزء حلو تعمل في من الليبرال انهم خلوا الانيمبلويمنت ليت 5.4، ودي حاجة ظريفة جدا ورقم حلو. هل الرقم ده على الورق بس والاشغال؟ معرفش، بس هو رقم يتحسب لهم انهم داخلين على الانتخابات بانيمبلويمنت ريت قليل عن السنين اللي فاتت، ودي حاجة تحسب لهم حاجة كويسة. هويفر ان الشركات الايكونومي كإدارة ما حققتش الاهداف بتاعتها. في شركات عالمية كبيرة طلعت من كندا في عصر ترودو ما قدرش ان يحط سيستم ليه يشجع الكلام ده، وده معناه وظائف واستثمارات ورخاء اكتر للاقتصاد الكندي. برضو في حاجة عملوها مع السمول بيزنس، في علاقة متوترة ما بين السمول بيزنسز والليبرال بارتي، على اساس ان هو على التاكسس بتاعتهم لأكتر 10%، ويمكن بيقول انه هينزلها 9% تاني. بس السمول بيزنسز، انا عايز اقول لكم احصائية عن السمول بيزنسز في 2017 بتمثل اولموس 70% من قوة العمال في كندا. يعني لو في
70% من الناس بتشتغل في their own small businesses أو بيكون موظفين فيها. small businesses اللي هو بيكون الشركة لحد 10-15 موظف، وبالتالي ده رقم كبير، قطاع كبير من العمال متضررين من سياسة الليبرالز. بالنسبة للconservatives هم أقوياء جدا في موضوع الاقتصاد، وبيعرفوا يشغلوا الاقتصاد قوي، ويقدروا يعملوا علاقات خارجية اقتصادية قوية جدا. أندرو شير قال إنه هو هيعمل بالانس للبادجت المهولة دي في خلال 5 سنين، وقال ان هم هينزلوا السمول بيزنسز تاكسز بتاعتهم ل9%، وقال ان عشان يشجع موضوع البيئة، انتوا عارفين ان هو مش عايز كاربون تاكس، فقال ازاي نعالج البيئة، قال ان احنا هندي 15% خصم للشركات اللي بتنتهج القوانين للحفاظ على البيئة. يعني حضرتك ممكن تاخد 15% خصم ضريبي لو عملت الرولز اللي بتقولها الحكومة عشان تحافظ على البيئة، منها الريسايكلينج والفلترينج والحاجات دي كلها، والاستهلاك الانرجي كونسامشنز، كل الحاجات دي بتديك خصم. فهم يمكن أذكى في موضوع الانرجي، انه مش عايز يحمل المواطن شيء على قد ما يدي خصومات ضريبية للي يحافظ على البيئة. بالنسبة للNDP ما فيش سياسة واضحة بالنسبة للاقتصاد، بس قالوا ان احنا لازم نعمل بالانسنج للبادجت، امتى وازاي وفين. زي ما قلنا هم مش اقوى ناس في الاقتصاد، فما كانتش واضحة بالنسبة لهم. نيجي للهجرة، immigration. الحزب الليبرالي هو يمكن من أقوى الأحزاب في موضوع الهجرة، وعمل ريكورد تاريخي إن في 2018 دخل 321 ألف مهاجر في كندا، واهتم باللاجئين، واهتم بإخواتنا اللي في العراق وسوريا اللاجئين. الحقيقة عمل لهم استقبال جميل جدا جدا، وأنا صراحة حابب النقطة دي في الحزب الليبرالي. ولكن ليا عليه إن هو فتح الباب بدون تمييز. يعني إحنا عندنا مشكلة بيننا وبين أمريكا اسمها illegal cross border crossing. illegal border crossing إن الناس بتخش بتهرب من أمريكا على كندا، وهو ليه سايب الموضوع ده، وفي ناس دخلت محترمين، وفي ناس إحنا ما نعرفش هويتها، ما فيش accurate personal check. وطبعا ده انعكس على الشارع الكندي، إن نسبة الكرايم ريت تضاعفت لثلاث أضعاف. يعني أنت حضرتك دلوقتي عندك ناس أنت مش عارف هويتهم، مش عارف هم إيه، ما عملش الاكيوريت سيكوريتي تشيك للناس اللي بتخش، وده عمل مشكله. طبعا حضراتكم اكيد ملاحظين الجان شوتس اللي بيبقى حوالينا وقرب من بيوتنا، ما كان زمان في مناطق معانا، بقى منتشر في كل حته، وخصوصا في الجي تي اي اللي زاد 3 أضعاف عن قبل كده. ايضا ان في ناس كانت مقدمه بالليجل ويز وعن طريق السفارات في بلادها، وخصوصا في الشرق الاوسط، في الحقيقه ما خدتش فرصتها وتوقف وتعطلت الفايلات بتاعتها اللي عاملين بالطرق الشرعية بسبب هذا النزوح الغير مبرر والغير آمن داخل كندا. نقطة طبعا يعني مش كويسة في حق الليبرال، وطبعا من حق السيكوريتي بتاعتنا، ومن حقنا ان احنا نعيش في بلد امنة والبلد تعمل سيكوريتي تشيكس. ايضا لي مقولة الحقيقة مش عجباني خالص، ان هو قال ان مقاتلي داعش الستين يرجعوا اللي هم بجنسيات كندية. الحقيقة دي برضو مخلية الدنيا برضو مش امنة، ازاي يكون جاري واحد اصلا راح وسافر وساب كل الدنيا في بلده الجميلة جميلة الجمالات كندا عشان يقتل واحد زي هو. طبعا احنا في نظرهم ناس كفار، مسلمين، مسيحيين، يهود، لادنيين، وان الناس دي ترجع من غير اي شيء واضح انهم تركوا هذا الفكر، وما عايزين جاست تنجوي كندا عشان يعني ما فيش اي ضمان انهم ما عملش اي حاجة. طبعا يعني ده شيء مش كويس ولا نشجعه، وانا الصراحة بستغرب من سذاجة هذا الفكر، ازاي يجيب ناس قتلين قتلة علشان يكونوا جيراننا وعايشين في وسطينا كده. ده شيء مش مقبول خالص. نيجي للكونسيرفاتيف بارتي، وبنقول ان هو يقول هو بيشجع الهجرة عن طريق حاجة اسمها الايكونوميك ميجريشن، واللي هي بيقول ان الهجرة تيجي عن طريق احتياج سوق العمل. يعني احنا محتاجين دكاترة، صيادلة، مهندسين، رسامين، نحاتين، عمال بنختارهم، وبالتالي ده بيعمل نوع من التوازن في سوق العمل، واللي يجي ما يقعدش ما يشتغلش، وما يعني الكارير بتاعه ما يتدمرش، وفي نفس الوقت ما يقعدش يضرب
يضرب أسداس في أسباع، وده حقيقي حاصل كتير جدا 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 من الناس اللي كانوا قماط في بلادهم وجم هنا مش لاقيين نفسهم. طبعا بنخص كمان بالناس اللي هم اللي بيعملوا معادلات سواء طبية أو هندسية أو تجارية أو أي نوع من الأشغال، وبالتالي المعادلات مش بينجح فيها الناس رغم تفوق هؤلاء الأشخاص، لأن هم مش عايزين في سوق العمل يخش إلا أرقام قليلة ما تتناسبش مع الناس المتقدمة للمعادلات. فالإيكونوميك ميجريشن شيء ظريف وذكي، وبيعمل بريوريتي للنيدي ريفيوجي، هو عايز يجيب ريفيوجي بس الحقيقي هم النيدي، ما يخشوش ناس مجرمين أو يخشوا بدون وجه حق كندا، يخش للناس اللي يدرسوا القضايا ويشوفوا، وطبعا ده شيء برضو محترم. بيشجعوا البرايفت سبونسرشيب للعائلات، ان انا كعائله ممكن تسبونسر عائله تهاجر معايا، تهاجر من بلادها ليا، وده شيء برضو ظريف. الشيء اللي مش ظريف الكونسرفاتيف ان هو مش عايز يفتح زي يفتح الارقام على يعني زي الليبرالز ويفتح ارقام الريفيوجي عشان برضو يحافظ على كندا من وجهة نظرهم ويحافظ على التماسك المجتمعي والديموغرافيكس بتاع كندا. اعتقد يعني دي نقطة، لو في حد في حرب يعني او في حد في ظروف صعبة لازم تبي كونسيدرد. بالنسبة للان دي بي هم مركزين موضوع الاميجريشن على الفاميلي ريونيون، زي ما قلت لكم الان دي بي مشهور بالسوشيال ديموكراتيك ويز، فهو دايما يقول احنا اهم حاجة ان احنا الفاميلي، يعني لو حضرتك اب او جدة او زوج او ابنة او زوجة او اي حد، هم دول النوعيات المفروض تخش كندا في الفترة الحالية عشان يعملوا الفاميلي ريونيون، نقطة تحترم الحقيقة، لكن ما ذكرش هيعمل ايه في الريفيوجي بشكل واضح. انا بحاول بقدر الامكان اني اختصر، ولكن هنيجي النقطة قد تكون انترستنج شوية في الكلام الفيري دراي ده، هنتكلم على البرفورمانس والفضائح، بمعنى ان كل حزب عنده نقط ضعف معينة، احنا قلنا نقط القوة والضعف، هتكلم على ان جنرال سبيكينج ايه نقط الاداء بتاعهم والفضائح، ودي انا ليه ذاكرها علشان مصداقية الناس مهمة، انا يهمني جدا ان اللي يمسك كندا يكون عنده أخلاقيا متزن، مش مفيش حد كامل، كلهم ليهم أخطاء، ولكن من هو الأكثر نصيب في عدم المصداقية، وبالتالي ده يعني مش مفروض ان احنا نختاره. اول حاجة هتكلم على حزب الليبرال وجاستن ترودو، وجاستن ترودو في الحقيقة يعني اكتر رئيس وزراء كان اعتذر، قدم اعتذارات وكان ليه فضايح من جهة حاجتين ثلاثة. اول حاجة ان هو طبعا كان بيطلع تريبس على حساب رجال اعمال رئيس الطائفة الإسماعيلية، ودي حاجة مش مفروض انها تعمل واعتذر عنها، لكن دي برضو بتقول لنا ان حواليه رجال اعمال، حواليه ناس بياخد منهم فوائد عشان منصبه، ده شيء مش مقبول، وهو اعتذر بها رسمي لانها ضد القانون. طبعا الفضيحة الكبرى هو التستر على جرائم رشوة لاحد الشركات الكبيرة في المقاولات الاس ان سي لافلان، واللي اتقلبت الدنيا هنا فيها في كندا ازاي يتدخل في النظام القضاء الكندي ويقيل وزيرة العدل ويقيل الناس من مكتبه علشان تورطوا في التستر على رشاوي دفعت في ليبيا، ولما الجهاز المخابراتي الكندي ابتدى يحط القضية في القانون في القضاء الكندي كان في محاولات للتستر والضغط عشان ما تتفتحش الموضوع ده. وطبعا البروسيكيوتر جنرال هو أدان جاستن ترودو في هذا الموضوع، ولما أندرو شير طلب ان انفستيجيشن الار CMP حقيقة رفض بسلطته كرئيس وزراء التحقيق معاه، وأنا بقول لو في حاجة صح ليه أرفض أن يتحقق معايا. بالنسبة لأن هو بيقول شعارات جاستن ترودو، والحقيقة هو لا يعملها، هو أيضا لا يهتم بالماينوريتيز أو الأقليات بل بيسخر منهم. حقيقة في تصرف غريب جدا من أحد نواب البرلمان الكندي من أصل عربي عمر الغبرة، لما اداله شراب عليه الهلال وهي علامة، طبعا انتوا عارفين الهلال دي علامة دينية إسلامية وبتحط على رؤوس الجوامع، فاداله شراب ويلبسه في رجله ده شيء مهين. طبعا يمكن عملها النائب بسلامة نية، ولكن مفروض انه ينتبه رئيس الوزراء انه بيلبس علامة دينية لطائفة
مهمة جدا في كندا، فما كانش مفروض يعمل كده. الحقيقة أنا استغربت جدا من هذا الموضوع، واستغربت من رد الفعل. هل إحنا بنحكم بالعواطف عشان حد مننا اللي قدم الكلام ده؟ شيء غير مقبول. أنا مش أقبل لا هلال ولا صليب ولا نجم داود ولا أي علامة دينية تتحط تتلبس في الرجل بأي صورة من الصور. والأكثر من كده، هو مشي بيها في الجاي باريدز اللي هو عكس اعتقاد المسلمين، وده يعتبر يعني نوع من، عايز يقول ان جاستن ترودو انا بدمج كل المجتمعات وكله هيقبل هذه المقتضى. لو كنت عايز تعمل حاجة زي كده، خد رموز اسلامية تمشي معاك، لكن ما تحطش رمز اسلامي على رجلك في الجاي باريد. الحقيقة ده ممكن يكون يستفز، مع احترامنا الشديد الشديد لكل النوعيات وكل السكس اورينتيشنز، ده ملوش علاقة باحترامنا اليوم، لكن ما هو مغزى انك تحط علامة دينية في قد يكون اتباع هذا الدين لا يؤمنوا بالسيم سكس ماريج ولكن بيحترموهم ككنديين، فدعها حاجة تانية. طبعا ما ننساش البلوفر اللي لبسه، هو بيقول على نفسه كريستيان كاثوليك، هو اهان السيد المسيح، اهان معتقده انه حط ايموجيز وحط طرطور على صور العشاء الرباني، حاجة مؤلمة وفيها اشمئزاز جدا. لكن انا عايز اسأل، اذا كنت انت بتسخر بيهم في حاجاتك الخاصة، ازاي تحترم الكاثوليك او المسيحيين عامة وانت يوشو الوت اوف كيرلس في حياتك الشخصية وعدم احترام ليهم؟ ده شيء انا ما محبوش. النقطة الثالثة اللي هو رسم او حط براون فيس عليه في احد الليالي لما كان عنده 29 سنة في حفلة تانا الكورية. الناس الافارقة والناس البراون، الناس من اصل افريقي، مش مفروض انهم يتعاملوا باي نوع من الازدراء، ولكن انا شايف ان دي حفلة تانا الكورية، وانتنكر في زي يا اما امير عربي من خلفيه افريقيه او حاجه زي كده، انا شايف ان ما فيهاش عنصريه. انا شايف ان هي دي ممكن يكون هو بيعتبره بطل، فهو يعني تنكر فيها، مش شايف اي اساءه بيقول عليها عربيك نايتس ومعاه ستات ومش عارف ايه. انا شايف ان دي مش حاجه يعني تمس البشره السمراء، وهو اعتذر عنها صحيح، لكن انا شايف انها يعني حاجه ما يعني ما تجيش على كرامة اي حد ان انا اتنكر. يعني لو كان اتنكر مثلا في الفايكنجز اللي هم غزاة الشمال، حد هيقول انه بيسخر منهم؟ لا، انا مش شايف ان ليها حق في حاجة زي كده. واتس اوكي. بالنسبة للكونسيرفاتيف، الناس بتقول كذا نقطة على الكونسيرفاتيف، انهم عنصريين وانهم ريدنكس وانهم بيتعاملوا مع الجاليات وخصوصا العربية بتعالي شديد جدا. في الحقيقة الموضوع ده اتعالج من اندرو شير بانه خلى almost نص المرشحين اليوم من خلفيات مختلفة ومن backgrounds ومن أعراق. وإحنا هنا يشرفني أن أقول أن في 5 مصريين بيتنافسوا على مقاعد البرلمان الفيدرالي الكندي في أكتوبر 2019، ويشرفني أن أقولهم بالاسم: هاني سائفيلس عند إيرت ميسيساغا إيرين ميلز، و ميلاد ميخائيل عن ميسيساغا سنتر، وسيدة غادة مالك عن ميسيساغا ستريتفيل، وأيضا أن فرانسيس في مونتريال، ومريم إسحاق في مونتريال. بكل قلبي كل التوفيق لهؤلاء اللي بيرفعوا اسم كندا وهم من أصول مصرية، ونحتفل بيهم ككنديين منتصرين بإذن ربنا. إن شاء الله جود لك لهؤلاء الخمسة اللي مشرفينا، ويعني عايز أقول هم بيبلوا بلاء حسنا جدا جدا جدا، والحقيقة أسهمهم كل يوم في الطالع، ويا رب ان احنا نحتفل بيهم كلهم. ايضا اتقال ان اندرو شير وحزب الكونسيرفاتيف ممكن يمشوا على نهج داغ فورد اللي عمل كاتنج لبنفيتس كتيره. في الحقيقه هم حزبين منفصلين، واكد اندرو شير ان هو مش ده سياسه وده سياسه مختلفه، ولكن يعني بيقول ان داغ فورد عمل كده لان في ورث كبير خده من كاسلين وين اللي كانت مضيعه اونتاريو ب الأرقام الديفيسيت بتاعتها الكبيرة. نيجي جاك ميت سني
حزب الـ NDP واللي هو طبعا اللي عليه ان هو تو ايديالستيك. الحقيقة انا فخور ان يكون رئيس حزب بيمتلك 39 مقعد حاليا في البرلمان من السيخ ومن الاقليات. شيء برافو على الـ NDP وبرافو على الناخبين في الـ NDP. حاجة كويسة جدا ان كندا اللي بيتعب فيها بيلاقي، ودي حاجة قوية جدا. وانما ان الحزب كفكره تو ايديالستيك بيقول ان احنا ندي $1,000,000 للاطفال وهنخلي دنتست فري وهنخلي الحاجات فري، لكن الكلام ده الحقيقة لازم يكون مبني بخطط واقعية على أرض الواقع، ما تحصلش المصيبة زي اللي حصلت في أونتاريو من 92 ل 95. الحقيقة في نقط كتير، أنا مش هستول على حضراتكم وسامحوني إن الحلقة النهاردة دراي شوية وفيها معلومات بس ممكن تدي نوع من التصور. انتخبوا لو سمحتوا، ما تختلفوش لو سمحتوا. كندا الراقية مستنية رقيكم في التعامل مع هذه الانتخابات، و دايما تقفوا وتعضدوا جميلة الجميلات كندا، وانتظرونا في حلقات قادمة بإذن ربنا في أوكسجين توك شو، لأنها تكون حلقات حقيقية نارية بوضبها لكم. وما تنسوش تشتركوا في قناة أوكسجين توك شو على الفيسبوك أو على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله أراكم في حلقة قادمة.